حسن، لكن القرآن ليس فيه لفظ كلمة زوجة كما بينا في لقاء ماض. قال ربنا: وخلق منها، أي من نفس آدم، زوجها. وقوله جل وعلا: وخلق منها زوجها، يحتمل معان، من أشهرها معنيان. المعنى الأول يكون من جنسها، وهذا قال به أبو مسلم الأصفهاني. والمعنى الآخر يكون منها، أي من جسدها، من جسد آدم، وهذا هو الصحيح والصواب، لأن السنة دلت عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فقوله عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا يشمل الأمهات والأخوات والزوجات والعمات والخالات والجارات وسائر النساء. لكن قوله في الأول إن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، أكثر ما ينصرف إلى من؟ إلى الزوجة، أكثر ما ينصرف إلى الزوجة. ودل القرآن، دلت السنة، دل الواقع على أنه قد يكون هناك نساء فيهن من الكمال ما فيهن، لكنها مهما بلغت من العلم تبقى ناقصة بمقتضى الفطرة، بمقتضى الخلق الذي خلقه الله جل وعلا عليها. فلا ينبغي المكابرة ممن ينظر أو يكتب، ولا ينبغي المكابرة ممن من النساء أنفسهن. قال ربنا: الرجال قوامون على النساء. وقال ربنا: وليس الذكر كالأنثى. وقال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء، وعد أربعة. وليس المقصود إهانة المرأة، هذا لم يأتي به الدين، لكن معرفة الشيء على حقيقته، على تصوره، يعينك في التعامل معه، يعينك في التعامل معه. كمن يملك أموالا تبلغ 100 أو 1000 فيتصرف في سفره بناء على المال الذي يملكه، فلو قلت النفقة ولو زادت النفقة، فليس في هذا العلم عيب، فليس في هذا العلم عيب. كذلك الإنسان إذا عرف أن المرأة أصلا فيها كثير من النقص الذي فطرها الله عليه لم يطلب منها أكثر مما يرجى، وترك معها مسألة الاستقصاء، أنه يتقصى عليها كل شيء، لأنه يعلم أصلا أنها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. قال ربنا هنا: وخلق منها زوجها، أي حواء، وخلقت من أحد أضلاع آدم عليه السلام. واختلف كما مر معنا، هل خلقت حواء من آدم قبل دخوله الجنة أو بعد دخوله الجنة؟ وبكل قال العلماء، فمن قال إنها خلقت منه قبل دخوله الجنة احتج بقول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال إنها خلقت منه بعد دخوله الجنة قال: إن آدم استوحش في الجنة فخلق الله منه من أحد أضلاعه حواء لتكون سكنا له. قال ربنا: ليسكن إليها. والعلم عند الله.